قلب نفخ الروح وخروج النفس. بينا هذا الكلام وبينا انه برضو مش فقط خروج النفس، ايضا يعبر بخروج الروح، مش بس منقول خروج النفس وايضا خروج الروح، وقبض الروح كمان موجود في الاحاديث الصحيحة. لذلك ما فيش فرق بين نفس وروح، وبينا ايش اللي ممكن يكون فيه الروح بتختلف عن النفس في التعبير، يعني ايش بينا هذا كله ان شاء الله. طبعا بدنا نحاول نكمل الصورة في موضوع الروح. الروح الحيوانات فيها روح، الحيوانات والمسائل اللي بنغطيها اليوم على فكرة بشكل عام، لأني بلاحظ أنه قديما وحديثا في ناس، حتى ناس من أهل العلم الشرعي أو العلماء، ممكن يزعم مزاعم بدون أي دليل مناقض للنصوص. طب هذا عالم مجهول، لا يجوز أن نقول فيه إلا على ضوء النصوص. فلذلك بتجدوا ناس اليوم بيقولوا فيش الحيوان ما فيهوش روح، الحيوان ما فيهوش روح. ليش الحيوان فيهوش روح؟ نشوف. أولا، فنفخنا فيه من روحنا. طب كان لماذا لم يقل سبحانه وتعالى فنفخنا فيه الروح؟ إذن هو يريد سبحانه وتعالى أن يتكلم أنها ريح الروح التي نفخت في الإنسان روح مشرفة من روحنا، تشريف. إذن معنات الروح مراتب، بشك مراتب. سبحان الذي أسرى بعبده، ولم ترد في القرآن بعبده إلا في الرسول صلى الله عليه وسلم وزكريا عليهم السلام، تمام؟ تشريف. فبالتالي إذن لو كانت الروح فقط هي التي بثت في الإنسان كان خلص نفخنا فيه الروح. لا، من روحنا، مش روح تانية. إذن مثل ما إنه المادة على ما يبدو، المادة نفسها أشكال وألوان، مع إنه جوهرها واحد المادة. إحنا جوهر المادة إيش؟ بروتون، إلكترون، نيوترون، الذرة يعني. والذرة برضو ممكن نشطرها وتصبح طاقة. إذن الجوهر واحد، لكن في حديد وفي نحاس وفي تنك اللي هو في ذهب وفي فضة، يعني حتى عناصر شريفة مادية، مش هيك؟ والروح يبدو درجات. وحتى الناس وهم يمارسوا لما بتخرج أرواحهم مختلفة، مش هيك؟ روح طيبة جاءت من قبل الأرض، روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. ذكرنا الحديث، إذا صف في طيبة وفي خبيثة على ضوء إيش؟ الممارسة. إذا هي حتى لو كانت من روحنا كما قال فيها تشريف، ابتداء تشريف، لكن في النهاية يا إما بدنسها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بشيك؟ فهي بتخرج في النهاية طيبة أو خبيثة. طيب هل الحيوان فيه روح؟ طبعا فيه روح. طب والدليل؟ الدليل أولا، خليني الدليل الأول اللي طرحته الآن لما قال من روحنا، معناته في أرواح، أي واحد. طبعا الآن إحنا بنتدرج في اتجاه الدليل. اثنين، المسيح عليه السلام إيش قال؟ من أدلة إنه رسول عليه السلام، أني أخلق لكم، أخلق هون بشكل، سبق قلنا إنه الله خالق وأنت بتخلق كمان، لأنك بتوجد إشي من وجود، هذا خلق، سبق تحدثنا في هذا الكلام. ولذلك تبارك الله أحسن الخالقين في خالقين. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، بشيك، فأنفخ فيه فيكون طيرا. ما قالش أنفخ الروح، بس واحد واضح على طول شو بروح لذهننا، بروح لذهننا بدون دليل طبعا، انه هو يعني نفخ فيه الروح، خصوصا انه يسمى عيسى ايش عليه السلام روح.
وروح منه. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح منه. في له خصوصية في هذا الباب، بنشوف إن شاء الله. أنفخ فيه، شوف، وغالبا بستخدم أنفخ في الطير فيكون طير. شو اللي نفخ فيه؟ إيش؟ والملفت هنا إنه لما نفخ فيه مش فقط بيتحول لطير حي وبطير كمان، يعني بإرادة، لأنه طير معناته بطير، مش هيك؟ وهون صار في قضيتين في نفخ المسيح عليه السلام: الحياة والروح. الحياة حياة الطير وروحه، إذن سرين لما بنفق المسيح عليه السلام. السر الأول حياة في هذا الطين، ثم روح، ثم روح. طيب، لحد الآن مش واضح بالنسبة للحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح وتعددت طرقه ورواياته الحديث، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم مر على، وهذا تكررت القصة مع عبد الله بن عمر فيما بعد، ثم روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مر على بعض الأنصار واضعين حمامة وقاعدين بنشنوا عليها، طبعا في الأسهم سهام على أساس مين بصيب، وكانت الحمامة هاي إيش؟ حية، حمامة حية بيضربوا عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ لا تتخذوا، لاحظوا الآن عندنا الآن حمامة، لا تتخذوا ما فيه الروح غرضا. إيش الغرض على فكرة؟ هدف، تحطوا هدف. يعني كيف لما بتقول اليوم شو غرض فلان من الكلام؟ يعني لإيش بهدف ولإيش برمي؟ لما تقول شو غرض فلان من الكلام، ايش يعني؟ لايش بيهدف هذا في كلامه؟ وين برمي؟ ايش غرضه؟ فلما نوضع الشيء مشان يقعدوا ينشنوا عليه، هذا شو بصير اسمه؟ غرض. لا تتخذوا ما فيه الروح غرضا. طب الحمامة فيها روح ولا ما فيهاش؟ الدليل. ثم روى روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن من يتخذ ما فيه الروح غرضا. إذا مش بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا، وإلى درجة اللعن، يعني نهي مشدد. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من يتخذ ما فيه الروح غرضا. إذا الحيوان فيه روح ولا ما فيه؟ أيو فيه؟ ها؟ هون التحريش بين الحيوانات موضوع تاني غير قضية الغرض. الغرض هو بيكون حي ونازلين ينشنوا عليه، وممكن يصيبوه هون ما يموتش، ويصيبوه هون ما يموتش، تعذيب الحيوان. ليش؟ ما هو الحيوان بخاف كمان، ديروا بالكم. فهنا إذن واضح. عبد الله بن عباس لما جاء رجل يستشيره في موضوع انه برسم هذا الرجل بيعمل شو، قال له طب انت هاي شجر، يعني اذا بدك ترسمه شجر، كل شيء ليس فيه روح. ليك لما قال له يعني قدامك الشجر، يعني ارسم الشجر، كل شيء ليس فيه روح، معناته بس الإنسان اللي فيه روح. إذن الأحاديث بتدل على أن الروح مش بس في الإنسان، وهذا بدل على أن الروح درجات، وفي منها روح مشرفة اللي بثها الله سبحانه وتعالى. ثم بعدين احنا من أصلا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ما فيه الروح غرضا، معناته احنا منميز مين في روح مين ما فيهوش. كيف بدنا نطبق الحكم الشرعي؟
مش هو بيقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا ما فيه الروح غرضا؟ طيب ممتاز، احنا كيف بدنا نطبق هذا الحكم؟ معناته احنا بنعرف ايش اللي فيه روح. كيف بتعرف؟ ببساطة بتعرف من خلال حركته وإرادته. لما بتشعر انه في عنده إرادة وحركة إرادية وإدراك، إدراك ما هو لما بيشوفك بهرب مثلا مدرك، لما يشوف صاحبه يقبل مدرك، تمام؟ وبتلاحظوش الحمام وهو والعصافير بتبقوا ماشيين في السيارة، بقدر عبين ما تقرب انت توصل بالقطار، كمان بحسبها مليح، بتشوفوهوش بالضبط بحسبها وانت يطير. والبسة ما بتشوفوهاش القطة لما بتقطع الشارع برضو بتقدر بعيدة سيارة ولا مش بعيدة. شو هذا فيه ايش هذا اسمه؟ طب اذا فيه هوش الروح شو فيه؟ قال فيه نفس. طبعا احنا بينا انه نفس وروح ما فيش فرق. منين جبتوا هالكلام؟ اذا الاصل فيها الرجوع لايش؟ للادله الشرعيه. اذا الحيوان فيه روح، ولما كلفنا بحكم شرعي انه لا نتخذ ما فيه روح، ما فيه الروح غرضا، معناته احنا بنعرف شو فيه روح وما فيه شو ما فيهوش، بنعرف بس بنعرفش نعرف الروح ايش ماهيتها، يعني ايش بالضبط هي مظاهرها. بنعرف احنا بنعرف من مظاهرها. كيف عرفنا الخالق احنا؟ من مظاهر خلقه وابداعه عرفنا الخالق. لكن نقدر نتصور الخالق وليس كمثله شيء اصلا، لكن بنعرف بالضبط وبنقدر صفاته من خلال الخلق، وبالتالي الروح احنا بنعرفها تماما. هذه هي بالضبط موضوع الإرادة والعلم، الإدراك، الفعل. الفعل هذا تحدثنا في المسألة. إذا الحيوان فيه روح، اللي بده يقول غير هيك منين جبت يعني إنه ما فيش فيه اللي في الإنسان؟ هذيك تشريف. إذا في روح مشرفة تختلف زي المادة قلنا ممكن. طيب هذه مسألة أخرى.